الحقيقة إن الدولة المصرية حريصة حتى في معرض ديارنا على استكمال مساندتها ومشاركة الدول العربية في وجودهم معانا ودعمهم ودعم حرفهم التراثية أيضا. إحنا من داخل جناح دولة اليمن. بيسعدني يكون معايا أستاذة نوفا، أهلا بحضرتك معانا في يوم سعيد ويومك سعيد. يومك أسعد وأهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك بقالك قد إيه في مصر؟ 9 سنوات. أول مرة تشاركي في ديارنا السنة دي؟ دي تاني سنة نشارك فيها، دولة اليمن تاني سنة تشارك في المعرض ده. إيه أهم يعني الموضوعات أو الحرف أو الحاجات اللي ممكن تقولي لنا دي من التراث اليمني وتشرحيها لنا كده وتعرفينا على اليمن الجميلة؟ طبعا في مشتركين بالزي اليمني، طبعا الزي العدني والزي الصنعاني، وهذه أزياء مشهورة في المحافظات اليمنية بتلبسها العروسة وقت الزفاف والحنة. لها مناسبات يعني، لها مناسبات معينة بتتلبس فيها، مش في أي وقت في السنة يعني، ما ينفعش تروح بيها هي تحضر بيها فرح في لا 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 هي. بتلبسها في فرحها هي أو ممكن في السبوع. بالألوان دي بنفس الألوان ولا بتتغير الألوان؟ في ألوان بتتغير وممكن نستبدل الفضة بالذهب. وإيه تاني من الحرف؟ وطبعا من الحاجات المشهورة عندنا الجنبية اليمنية. الجنبية دي طبعا من زي الرجال بقى، ده من الزي الرجالي، عبارة عن حزام، الحزام ده مشغول بخيط الذهب وأحيانا بندخل فيه خيط الفضة. الحزام ده بياخد وقت قد إيه في عمايله؟ بياخد من شهر لشهرين في التطريز. ده جلد طبيعي ومطرز بخيوط سرمة؟ لا، ده قماش قطن منقوش بنقوشات معينة. طبعا النقوشات تختلف من حزام لحزام وبتطرز بخيوط من الذهب أو الفضة. انتوا اللي بتصنعوا برضو الخنجر؟ بنصنعها احنا. طبعا الخنجر بيتكون من هنا، بنسميها جنيهات. الجنيهات دي عبارة عن يا إما جنيهات فضة أو جنيهات ذهب، والحاجات الصغيرة دي برضك عبارة عن فضة. أما الراس ده بيتكون يا إما من قرن وحيد القرن أو من قرن الغزال. وده بيتلبس بقى في مناسبات بيتلبس معينة؟ بيتلبس عادي في الأيام العادية، مش شرط تكون في مناسبة أو فيها ذكرى معينة أو أمسية معينة. إيه مدلوله أو ليه هو يعني في التراث اليمني شهير ومتداول إلى الآن؟ لأنه لبس أجدادنا وأجداد أجدادنا الناس السابقين، فإحنا محتفظين بيه ولحد الآن. وكبار وصغيرين بيلبسوه؟ كبار وصغار بيلبسوه، وطبعاً بيتباهوا في الرجال على حسب الأسعار. كل على حسب السعر ولا حسب الخامة بقى المصنعة؟ حسب السعر وحسب الخامة المصنعة فيه، إذا كان قرن غزال أو فضة المعمولة أو قرن وحيد القرن أو ذهب. يعني ده بيدل على المستوى الاجتماعي على مثلاً، المستوى الاجتماعي للشخص نفسه اللي بيلبسه. طبعاً معانا الطاقية دي تبع محافظة حضرموت وعدن، طبعا مشغولة يدويا، مطرزة يدويا برضك بيتباهوا بيها. دي مصنعة من ايه بقى؟ دي خيوط عادية؟ خيوط من القطن والحرير. بتاخدي وقت قد ايه برضو في عمل طاقية زي دي؟ بتاخد تقريبا تروح الاسبوعين للشهر. انتي بتشتغلي في كل الحاجات اللي معروضة لا دي؟ لا طبعا يعني، ولا معايا صانعات، معايا 10 صانعات موجودة في البارتيشن، كل واحدة نزلت بشغلها هي. يعني دي المشاركة رقم 2 في المشاركة ديارنا. رقم 2 في ديارنا. ليه بتشاركي في ديارنا؟ حابين ان احنا نوري تراثنا للجاليات الاخرى وللشعب المصري. طب المرة دي الإقبال بتشوفيه على المنتجات اليمنية من الجالية اليمنية الموجودة في مصر، ولا المصريين كمان بيحبوا يقتنوا التراث اليمني؟ المصريين نفسهم فرحانين بينا جدا، وحتى خدوا البخور اليمني وأعجبوا فيه، وكل زبونة تيجي بتجيب لنا معاها 2-3. منورين دايما مصر ودايما موجودين معانا بتراثكم المميز اليمني الجميل. بنشكر حضرتك جدا نوفا على وجودك معانا وعلى شغلك الجميل ده. الله يسعدك.